هذا تصميم معمل الأدوية. تصميم طبعاً كتير صعب ومعمول بدقة كتير، لأنه الماكينات بده يكون محسوب حسابها بالتصميم. الماكينة بتنزل بشغلة معمرة عقياسها صح، يعني عم نشتغل شغلة كتير مرتبة، مو على التوكل متشغل أبوك الله يخلينا إياه. مشروع جديد يعني؟ هو جديد ومو جديد. أنت أخي وما رح خبي عليك، بصراحة هاي الفكرة مو فكرتي، فكرته لأبو فخري. اقترح علي واقترح أنه نفوت مع بعضنا شراكة، بس أنا دورت القصة براسي، قلت لحالي يا ولد ليش لحتى تفوت مع شريك؟ المصاري موجودين وأحسن ما يضلوا نايمين. عمول المشروع لحالك، بس اوعى تحكي له لأبوك، ها اوعى تقول له شو ساويت بالزلمة، بزعل بياخد على خاطره بعدين. يا سيدي الله يوفقك. يا رب الله يسمع منك يا عروة. والله أنا هلأ بحاجة دعائك ودعائكم كلكم، بركي رب العالمين بيهدي لصاحب هالأرض اللي تفاوضنا معه وبيقبل بالرقم اللي عرضناه عليه. أرض شو هاي؟ شو صرنا ساعة عم نحكي؟ الأرض اللي بنعمر عليها المعمل. وين؟ بالغوطة. وليش يعني بالغوطة؟ لأنها قريبة، ليك لحشة حجر. هلأ قريبة ما اختلفنا، قريبة، بس يعني هاي أرض زراعية. ولك دخيلة كلهم هالكام شجرة. هلا انت كم شجره وغيرك كم شجره وما بعرف مين كم شجره، المجموع شو بيكون؟ بساتين، غابات، بلد بكامله، والنتيجه شو؟ صحراء. بتعرف شو يعني صحراء؟ يا لطيف، العالم كله عم بتعمر هنيك، مصانع ومنشآت كبيره، يعني دقرت عندي انا. انا بدي استأذنك، عندي موعد مع مورد الماكينات، بدي اتفق معه على موعد التسليم. دير لي بالك على ابوك الله يرضى عليك وعلى مرتك كمان. ها موفق. على راسي. جوزت ام لسا. مساء الخير. مساء النور. على شو عم تتفرجي؟ مسلسل قديم. اذا قديم ليش عم تتفرجي عليه؟ والله هذا اللي لقيته بالتلفزيون. جيبي لك شوية سيديات لأفلام أجنبية، أفلام عربية أحسن من هالبياخة. زوري أهلك، زوري أهلي. ليش بتضلي ناقع حالك بالبيت وكائبة حالك وكابتين؟ عند أهلي نفس القصة، ومع ندى ذات السيرة، وأنت كل الوقت مشغول يعني مو فاضي لي. عم تلوميني يعني؟ أنا ما عم بفضحك راسي، يعني أنا أكيد ماني عم بلعب. من الصبح لبالليل بالشغل، شو بقدر أعمل؟ لا حبيبي ما عم لومك. لا مبلا عم تلوميني. أنا؟ على شو بدي لومك؟ بوسينة، فهمانة عليكي وانتي فهماني علي، عم تلوميني مشان موضوع أخوكي هشام. لا حبيبي لا، لا ما عم لومك. هو صحيح أنت وعدتني، بس ما بعرف، يمكن الموضوع. شو برأيك يعني ما عم حاول مثلا؟ ما هيك قصدت، على بين ما تتدوش بيكون الأكل جاهز. تعي بوسينة تعي، عدي هاي قدامك. ها أبو نضال، أبو نضال ليكو. يسعد لي مساك أبو نضال الحبيب، كيف صحتك؟ إيه والله معك حق. إيه أخي أبو نضال، إيه ما تخرج تعطيني خمس دقايق من وقتك السمين، عاوزك بموضوع ضروري. هناء؟ هناء؟ مالي نايم. طيب يلا قومي، صارت 11 ونص. طيب يعني انت شو فارقة معك ولا لأنه اليوم الجمعة؟ خمسة لا تخاف، ما غشوك أهلي. لأني متجوز أنا أهلك، ما هيك؟ استني استني استني، لا تتحركي، خليكي هيك مشان قوم. شو بدك تعمل؟ بدي صورك. دقيقة استنى شوي لحتى اغسل وشي. لك هيك بدك تصورني بقميص النوم؟ ايه بدي صورك هيك، بدي صورك بدون تياب كمان. ايه هذا اللي كان ناقص لأني.